انت كده ترجمتلي كل اللي حصل وفهمتني هي ليه خرجت بالليل ورجعت متنكدة. لا وليه كمان امير كان عمال يرن عليا طول الليل. يا ولاد اللذينة، طب مش كنتوا تقولوا كنا جينا لعبنا معاكم؟ لا وجبنا لكم زباين كمان، اندال قوي. وانت شايف ايه بقى يا حبيبتي؟ تقولي لها ولا تعملي نفسك من بنا وتسيبي لي الكات ده العب بيه على اساس يعني ان هو سر وكده؟ مش هسيح لاخوها ومش هقول لحد. ايه ده ايه ده، ابتدينا نتشطر جامد. صح طبعا يا بيبي، الكارت ده ما يتفوتش، هيفتح سكة حلوة قوي للكلام معاها وهو ده المطلوب. يلا كلمها، هي مش هنا، شمعت الفتلة من بدري ونزلت على شغلها. صاحبك بس اللي هنا، مش فاهمة بقى هي واثقة فيا ولا واثقة فيه. اوبا، العاب يا العاب، فرصتك يا حبيبتي اهو جات لحد عندك. اه ما انا هقفل معاك دلوقتي وانت العب في ودانه شويه. بقول لك ايه، لما تيجي على الغدا اوعى تلخبط في الكلام، احفظ اللي قلته لك بالملي. عايزين نخلص من الموضوع ده بسرعه قبل ما حد يبص لنا في اللقمه. يلا باي. خليها دي جاهزة العربية. اوكي يا مستر. ثانية واحدة. وخليه يدي الفلوس دي للجناين. اوكي يا مستر. ايه ده انت ماشي؟ اه بس هرجع على طول يعني قبل ما هشام يجي على الغدا. انا معتمدة عليك في الموضوع ده. انت عارف انا لا ليا اب ولا اخ. كانوا جابولي حقي. حقك ايه بس؟ ده بيحبك هيعمل لك كل اللي انت عايزاه، ما تقلقيش. اخلف لو عايزني اكمل معاه يسيبني اخلف، ده اهم شرط عندي. انا مش عايزه اكبر واعجز وملاقيش حد جنبي. الابن سند، وبعدين انا طول عمري بحلم اني اكون ام. اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنويه.